والممانعة والممانعة منها والإباحية والديمقراطية والوطنية والتقدمية، يعني باش تكون مضرة كبيرة جدا للقوى اللي كتهدف التغيير، يجب عليها أن تتكتف في جبهة من أجل تحقيق تغيير في هذا الوطن. أريد أن أشير إلى أن شبيبة الحزب بالرغم من هذا السكوت شبيبة اللي عن الجميع، فكنا كنعمل دائما على تسخين الحركة الاجتماعية كما قال السي علي رمضان وشرا في أشكال كثيرة، وطرحنا مؤخرا فكرة الرجل الجبلية، طرحنا القضية ديال القطب الديمقراطي الممانع الذي نعمل فيه خيرا. أنا غادي نختم بهذه العبارة، أنا مداخل متعددة ومتنوعة، وللأسف فقط نولي على المجتمع السياسي لنناقش هذه القضية، وهذا مدخل سياسي يشكل الربع أو الخمس من مداخل أخرى متعددة، المدخل الاجتماعي، المدخل الاقتصادي، والمدخل الثقافي، والمدخل القيمي والهويات، وهناك إشكالات حقيقية في عمقها وفي لبها وفي في في مكمنها يوجد عنصر فعال خطير، خطير بمعنى الإيجابي، لو تم استثماره خير استثمار، لا رأينا في هذا الوجود عجبا أنا هو الشباب. ولذلك نقترح في هذا المدخل إلى جانب ما اقترحه الإخوان سابقا تأسيس جبهة شبابية لمناهضة الفساد والاستبداد. التغيير يجب أن يكون ذو حمولة إيجابية، يجب أن يسعى نهوض بحاله الشعوب والسير بها قدما نحو الأفضل، وأي تغيير عكس هذا الاتجاه سيعتبر ارتدادا. اليوم كاين اللغز حقيقي، واللغز حقيقي هو الناس اللي باغيين انهم يفهموا توا. اليوم خاص يكون نقاش، من يحكم؟ شكون اللي يحكم؟ واش هادشي كامل ديال سميتو هاد الدستور اللي جابوه وهاد الحكومات وهادشي وهذا واش كتنتج القيمه المضافه؟ راه لا تنتج القيمه المضافه. فاش ما تنتجش القيمه المضافه داخل الحقل السياسي المغربي كتعطي انعكاس كون الناس كتولي كترفض السياسه، وهنا فين كاين الاشكال. كنرفضوا السياسة والشباب كيرفضوا السياسة لأنه المجال السياسي المغربي مغلق ومسيج، والناس اللي كيحكموا راه هما اللي كيحكموا، وهادشي كله راه غير